نعم، يقول الشيخ: باب صلاة العيد وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. عندنا صلاة العيد فرض كفاية، صلاة الجمعة فرض عين، لكن من حيث الشروط هي نفس الشروط: الوقت 40 في قرية، لكن الخطبة في العيدين سنة وليست ركن مثل الجمعة، وتسن بالصحراء. الصحراء المقصود بها ليس لها بنيان، يعني ليست الساحات التي داخل البيوت وإنما خارج القرية، ويكره النفل قبلها لفعل النبي أنه ما تنفل قبل العيدين بشيء صلى الله عليه وسلم، وبعدها قبل مفارقة المصلى. ما دام في المصلى يكره عندنا في المذهب أن يتنفل قبلها وأن يتنفل بعدها، لكن لو فارق المصلى يصلي الضحى أو ما شابهها. متى وقت صلاة العيد؟ قال: ووقتها كصلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. عندنا صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. إذا وصلنا الخبر أن اليوم كان العيد ونحن لم يتحقق لنا، نقول من الغد تصلي العيد في وقتها وعلى سنتها، لكن نقضيها قضاء. وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. العلة: الإمام ينتظر ولا ينتظر، إذن المأموم يبكر والإمام يتأخر. وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. عندنا في المذهب يسن أن الإنسان يكثر الأرض التي تشهد له، يكثر الأرض التي تشهد له، فإذا ذهب من طريق عاد من طريق أخرى. وعندنا الجمعة كذلك لأن اجتماع نفسها. صلاة العيدين كم ركعة؟ الجمعة ركعتان، صلاة العيد وصلاة العيد ركعتان. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستة، يكبر ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة. لاحظ، لابد أن نعلم الناس، هذه رأيناها في بعض الدول لشدة إتقانهم للمذهب، الإمام في راحة وفي سعة من تطبيق السنن والواجبات والأركان. هنا عندنا في المذهب يكبر ست غير تكبيرة الإحرام، صارت سبع، بين كل تكبيرة يقول هذا الدعاء: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل، اللهم صل على محمد النبي وآله وصحبه، ثم يقول الله أكبر. لو فعلناها الآن الناس لم تتهيأ ولم تتربى على هذه القواعد، فيجد الإنسان صعوبة في تطبيقها. لكن عندنا في المذهب هكذا، بعد التكبيرات والتحميد يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، ثم يقرأ الفاتحة، ثم بسبح سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، والغاشية هل أتاك حديث الغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين، صلاة الجمعة خطبة ثم صلاة، والعيد صلاة ثم خطبة، وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع: الله أكبر الله أكبر، هكذا. وإن صلى العيد كالنافلة صح، دخل إلى العيد صلاها كما يصلي الإنسان النافلة، لا تكبير ولا خطبة. ما حكم هذه الصلاة؟ صحيحة. ما حكم هذه الصلاة؟ صحيحة، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، إذن لأنها فرض كفاية. انتبه يا أبو عبد الرحمن، عندنا هي فرض كفاية، إذا قام فيها البعض سقطت عن البعض، إذن أصبحت إذا قام بها المسلمون أصبحت في حق الآخرين سنة، والسنن تقضى. والسنن لا تقضى في وقتها، قضاؤها حتى لو بعد الزوال، هي صلوا المسلمون. لا، عندنا حتى لو بعد الزوال. إذا صلوا الحالة الأولى لو لم يصلي الناس، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. فصل: يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيد إلى فراغ الخطبة. عندنا التكبير المطلق غير مقيد،
لا في صلاة ولا في مكان ولا شيء، هذا يسمونه التكبير المطلق. الجهر به في ليلتي العيد منذ غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، دخلنا في ليلة العيد، يسن التكبير المطلق. نفس الطريقة عرفة، عندما تغيب الشمس يوم عرفة يسن التكبير. هذا بالنسبة تكبير مطلق ليلة العيد في العشر، وفي كل عشر ذي الحجة، وفي كل عشر ذي الحجة يكبر تكبيرا مطلقا، هذا تكبير يسمونه المطلق. والتكبير المقيد في الأضحى، إذن ليس في الفطر، في الأضحى عقب كل فريضة فخرجت النافلة صلاها في جماعة، خرجت لو صلاها لوحده. من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، المقيم هو الذي من فجر يوم عرفة. أما الحاج إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. المحرم في مكة من ظهر يوم النحر يبدأ التكبير المقيد، أما المقيم فمن فجر يوم عرفة، إذن هو يسبقه تقريبا بيوم كامل. ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني بعد أن يسلم نعم. يقول الشيخ: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف، وهي سنة من غير خطبة. الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم انخسفت الشمس في ذلك اليوم، فالناس طبيعتها أن تربط الأشياء بأشياء، فقالوا انخسفت لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: إن الشمس والقمر آيتان لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهم فافزعوا إلى الصلاة. إذن وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت، لأنها مرتبطة بسبب، زال السبب زالت هذه الصلاة. نصلي الكسوف حتى ينجلي هذا الكسوف. طبيعا كثير من الناس قد يسأل يقول: هي الظواهر طبيعية فلماذا نصلي؟ نقول: هي متعلقة بقدرة الله، هي ظاهرة طبيعية نعم، لكن ما يدريك أن الله يجعلها هكذا، فنحن نفزع إلى الصلاة ونرتبط بالله سبحانه وتعالى، نقول: يا رب لا تدم علينا هذا الخسوف ولا هذا الكسوف. وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. لاحظ هكذا أبو عبد الرحمن يكبر، يقرأ فاتحة ثم سورة طويلة، ثم يركع ويسبح سبحان ربي العظيم قريبا من قيامه، ثم يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع، فصار معي ركوعان، ثم يقول: سمع الله لمن حمد، ثم يسجد سجدتين، ثم يسجد سجدتين. نعم. يقول الشيخ: ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. يصلي الثانية كالأولى لكن أخف، إذن أطول الركعات هي الأولى، وأطول القراءات هي الأولى، ثم ينقص 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 إلى أن يختم صلاته. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. الآن أنا قلت الله أكبر، قرأت فاتحة وسورة كبيرة طويلة، ثم ركعت، ثم قلت سمع الله لمن حمده وقرأت، هل لو أدرك معي أحد الركوع الثاني يعتبر أدرك الصلاة؟ الجواب لا، لأنها سنة. نعم. ويصح أن يصليها كالنافلة، ويصح أن يصليها كالنافلة، يعني دون هذه القضية الطويلة. نعم. قال: باب صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء دائما وجود الألف والسين والتاء يقول له هي الطلب، استسقى، استقتل، استطلب، استجاع، يعني طلب الشيء، ومنها الاستمناء وما شابه ذلك. نعم. باب صلاة الاستسقاء وهي سنة،
ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. يعني من حيث الوقت بعد الزوال بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، صفتها خطبة ثم صلاة، وأحكامها كأحكام حضور أهلها يكون في الصحراء وما شابه ذلك. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، الاستسقاء ما هو؟ طلب السقيا من الله. طلب السقيا من الله يشترط فيه أن الناس تخرج بضراعة واستكانة وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الخروج من المظالم، كثرة الصيام، كثرة الصدقة. إذن هي تهيئة نفسية حتى يذهبوا إلى الله بقلوب قد تطهرت. لذلك يقول الشيخ: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، لأنك تذهب إلى الجليل كأنك يعني الاستسقاء والطلب، والطلب من الضعيف إلى القوي، والضعيف لا يظهر مظاهر الذل والخضوع هو بحد ذاته مسبة. كأنك تقول لله: نحن سنخرج كما نحن بظلمنا ومعاصينا وجبروتنا، وتسقنا أو لا تسقنا لا يفرق معنا، إذن لماذا نطلب السقيا؟ فلذلك إمام المسلمين يخرج للناس يقول لهم: خافوا الله الذي حدث بسبب المعاصي، فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وردوا المظالم، ذا ما سماها الشيخ، والخروج من المظالم، وأيضا الغسل التنظف، لكن لا يتطيب، لأن التطيب يخالف الخضوع، لكن يشترط للاجتماعات الغسل، أما التطيب يقول الشيخ ولا يتطيب. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لأنك رأس المسلمين، فإذا رأك الناس تفعل هذا التواضع من حيث اللبس، والتخشع من حيث الجسد، والتذلل من حيث المشية، والمتضرع من حيث الطلب، فهذه أشياء يجب أن تتوفر معك أيضا، ومعه أهل الدين والصلاح من العلماء وما شابههم، وأيضا الشيوخ الذين ذهبت شهوة المعاصي وبقيت شهوة الطاعة، وأيضا ويباح خروج الأطفال لعدم المعاصي عليهم، والعجائز والبهائم، لأن يقول النبي: ولولا البهائم لم يمطروا. في السابق يا أبو عبد الرحمن كانت العرب إذا أرادت أن تستسقي تربط أذناب البقر وتشعل فيها النار، يعني تربطها بالعوسج وما شابه، فماذا تفعل البهائم؟ تجأر إلى الله، تسأل الله أن ينغيثها من هذا التعذيب فيمطرون. فنحن نخرجهم معنا لأنها كائنات متضررة بسببنا، كائنات متضررة بسببنا. والتوسل بالصالحين، التوسل بالصالحين هذا يعني من المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنهم توسل بالعباس رضي الله عنه، أن كنا نستشفع يا رسول الله، كنا يا رب نستشفع بنبيك، والآن نستشفع بعمي نبيك. ومعاوية رضي الله عنه استشفع أيضا بيزيد بن الأسود، والمسألة مشهورة معروفة. نعم. الآن يقول الشيخ: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتح بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، هكذا وظهورهما نحو السماء. نعم. يقول: يكثر فيها الاستغفار، يعني الخطبة، وقراءة آيات: استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارة، فذكر الله الاستغفار، وقراءة آيات فيها الأمر به: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارة، هكذا في سورة هود وفي سورة نوح. نعم. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور: اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا، وهكذا الحديث مشهور جدا. ويؤمن المأموم، المأموم يؤمن يقول آمين آمين، ويعني يستشهدون في هذا بقوله: قد استجيبت دعوتكما، معنى كان الذي يدعو موسى والذي يؤمن سيدنا هود. نعم. إذن يدعو الإمام ويؤمن المأموم، ثم يستقبل القبلة في أثناء خطبته، علينا الإمام خطب الناس وعظها، الآن يلتفت إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو سرا، فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك
ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. الحكمة من هذا تحويل الرداء كأنهم يقولون يا ربنا اجعل باطننا ظاهرا وظاهرا باطنا وغير الحال من جفاف ومن جدب إلى خير عميم جدا. الآن خرجنا يا أبو عبد الرحمن لنستسقي، فإن سقوا بعد الدعاء وإلا عادوا ثانيا وثالث. دعونا اليوم بعد أسبوع أمطرنا الحمد لله، لم نمطر نعيد الكرة مرة أخرى. أما إذا قبل الخروج أمطرنا فإن الإمام يكثر الدعاء. نعم، أول المطر حديث عهد بربه، والوضوء والاغتسال منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراج رحله وثيابه ليصيبه، هل يصيب البركة؟ وإن كثر المطر حتى خيف منه. المطر سبحان الله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكنه كما هو ماء الحياة قد يقتل الإنسان، يهدم البيوت، يغرق الناس، يتلف العقارات والأموال. فإن كثر هذا المطر حتى خيف منه سن قوله، قول يعني الداعي، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. الفرق بنوء بواسطة، في نوء يعني في وقت. فإذا قال بواسطة هذا النجم فهذا الشرك والعياذ بالله، لأن كان جعل للشيء فعل دون فعل الله سبحانه وتعالى. أما إذا قال في نوء أي في وقت قدره الله سبحانه وتعالى فإنه جائز.